اظن اللي انا عملته معاك ده ما يعملوش معاك اخوك ابن امك وابوك. على راس ابو نسب، وجميلك يفضل في رقبتي طول العمر. رقبتك دي لولايا كان زمانها بين ايدينا عشماوي دلوقتي. عارف ابو نسب، عارف. طب وبجمله المعرفه بقى مني كلك نظر. انت عارف ان انا مبدئي في الحياه عض قلبي ولا تعض رغيفي، وده اكل عيش حبيبي والمكتب مفتوح ومصاريف، وانت فاهم بقى. طب اقسم بالله لو معايا متاخر عنك ثانيه، بس انا مستني بس الدنيا تهدى وتشوف لي حل مع الوليه دي وارجع شغلي وليك عليا يا سيدي، ساعتها اقسط لك اتعابك لحد ما تقول لي كفايه. تقسط ايه وانت بتشتري غساله؟ ماني القضيه مفتوحه والفعل مجهول، يعني الليله مش هتخلص بسهوله، ولازم انا اسدها بنفسي، وعشان اسدها محتاج مصاريف اجيب منين؟ طب قريني. طب ابو ناسب قول لي اعمل ايه. بص يا ماني، القضيه دي لو جايه لي من اي حد غيرك انا مش هقبل فيها اقل من ارنب مقفول. لما انت ابو ناسب خال العيال عيب عليك، مش هطلب كده يعني. انا هاخد منك اربع حيطان. انت عايز تبيع عني شقه ابويا جمال؟ شفت اهو انت كده بتقول الغلط. انا راجل حقاني واعرف ربنا. انا بشتري منك حقك في شقه ابوك، لانك مش هينفع تبيع حق اختك لانها مش عامله لك توكيل. انا سالتها قالت لي انها ما عملتلكش توكيل قبل كده. طب انا اروح فين يا جمال؟ اترمي في الشارع؟ يا جدع انت مجنون؟ ده انت اخويا وانا هسيبك تترمي في الشارع؟ انت هتبات هنا في المكتب لحد بكره الصبح، وبعدين بقى تدور لك على اوضه كده في عين شمس في فيصل تكن فيها وما تظهرش لحد ما القضيه دي تخلص. طب الاوضه دي ببلاش يا جمال، ما محتاجه ايجار وانا ما حلتش اللاضه. عيب عليك يا مان، وانا هسيبك يا جدع ما تقلقش. انا هشوف لك مصلحه كده تطلع منها بقرشين حلوين، تدفع ايجار الاوضه وتكمل لي فرق اتعبي. فرق يا جمال؟ هو انت فكرك ان الاربع حيطان دول هم كامل اتعبي؟ ما تقلعني هدومي بالمره يا جمال. ما انت قلعتها قبل كده وكنت هتاخد اداء. انت عايز ايه يا جمال؟ انا عايزك تستهدى بالله كده وتمضي العقد ده، وبعد ما تمضي هقول لك على الطريقه اللي هتجيب بيها